بالرغم من الارتفاع الكبير لعدد الأساتذة الباحثين المخرطين في مخابر البحث، نجد أن عدد الباحثين الدائمين في مراكز البحث لم يتعدى 2219 باحثاً دائماً، وهو ما لا يرقى إلى المستوى الذي نتطلع إليه والمستوى الذي تتطلع إليه المؤسسة الاقتصادية الوطنية بشكل خاص. كما لم يتجاوز عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 420 براءة اختراع خلال سنة 2021. ولذلك سنسعى معا من أجل توفير الظروف الملائمة من أجل مضاعفة هذا العدد.